نفرق بين الذبح للتقرب إلى الله به وبين إطعام الطعام، ذبح لإطعام الطعام. التقرب إلى الله بإراقة الدم يعني نفس الذبح يكون فيه أجر في أربعة أحوال فقط، يكون الأجر بإراقة الدم بغض النظر اللحم أكل ما أكل، هذا موضوع ثاني، لكن نفس إراقة الدم تقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهو في الهدي وفي الأضحية، الهدي في الحج أو العمرة، وفي الأضحية لمن لغير الحاج، وفي العقيقة، وفي النذر، من نذر أن يذبح. فهؤلاء مجرد إراقة الدم يؤجر عليها الإنسان، الذبح نفسه يؤجر عليه الإنسان. ثم بعد ذلك اللحمها طبعا يجب أن يعني إما أن يؤكل وإما أن يعطى الفقراء، هذا موضوع آخر، لكن هو يؤجر بمجرد الذبح يأخذ أجرا. ثم اللحم له أن يأكل منه كما هو في الهدي مثلا، أنه بعض أهل قال أنه يجب أن يأكل من هديه، بعضهم قال أنه يستحب، والعقيقة يستحب له أن يأكل منها، والنذر حسب ما نذر به. أما الذبح لغير هذه الأمور الأربعة، مثل واحد نزل بيت وذبح ذبايح مثلا، أو شفي مريضه فذبح ذبايح، أو ذبح ذبايح وتصدق بها على الفقراء، الذبح نفسه إراقة الدم ما في أجر، والأجر في اللحم اللي وزعه، الأجر يكون في اللحم الذي وزعه وليس فيه إراقة الدم.